في مخيم انصراط وسط قطاع غزة يقتني الشاب فضل نبهان الحيوانات والطيور والزواحف في منزله ويسعى إلى ترويضها كهواية ومصدر لكسب الرزق. يداعب هذه الأفعى الخطيرة بحب وكأنها أحد أفراد عائلته. الشاب فضل نبهان تمثل له هذه المساحة المحدودة على متن منزله حياته وشغفه باقتناء الطيور الجارحة والزواحف بمختلف صنوفها. كنت أحب الطيور والحيوانات وكنت أروح على السوق وأبيع جاج وبط وزغليل ومن هالأشياء. صدفت صقر الباشق اللي هو الصغير، تعلمت عليها. بعدين صرت أتطور شوي شوي عن أنواع الصقور، حصلت على نوع العقاب الملكي الذهب، بوتيدا مصيرة صغرى، بوتيدا مصيرة كبرى، عقاب هذا عقاب. يجوب في خبايا الطبيعة منذ طفولته باحثاً عن الفريد حتى نشأت علاقة بينهما ولغة تخاطب، وغاص في عالمها عبر المواقع لتجد أمامك خبيراً وهوية. ضعت عدة ورشات عمل مع البلديات، مع المزارعين، مع تعيين الطبيعة، أعلمهم كيف الأفعى السامة، وين ممكن تتواجد الأفاعي، كيف الوقاية منها والحد منها، وببحث على الانترنت وبتعلم وبعمل أبحاث على هيك إشي وبتعلم، لأنه هذا علم الحيوان والزواحف عالم واسع. له جانب في تحنيط الحيوانات، إمكاناته لا تتعدى حدود المكان الذي تحول مزاراً للقاصدين، بالإضافة لمشاركته ببعض المعارض والندوات المعرفية التي لا تعكس طموحه وحدوده. يعني لو قلنا جهة مختصة ممكن أنها توفر لنا قطعة أرض نعمل فيها حديقة حيوان، نعمل فيها محمية طبيعية، تصير مزار للسياح. صار طبعا هو العائق الأكبر، كتير في طبيعة في العالم حابب أني أطلعها واستكشفها وأشوف أنواع الحيوانات اللي فيها. عبر قناته على يوتيوب يحاول كسر حدود الطبيعة المحاصرة في غزة، ويسعى لفك القيود والبحث أبعد من الحصار. بين الغريب والمألوف والنادر والمعروف تتجول في مساحة صغيرة تبدو بالنسبة للشاب أغلى ما يمكن، وانطلاقة حلم للبحث في أرجاء العالم عن عالم الحيوان. من غزة، إسلام الزعنون.